السلام عليكم. محمد البطيوي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش ومراسل الصحفي. سعداء بطبيعة الحال بهذه الدورة التكوينية التي تأطرت هنا بمدينة العرائش من طرف الأستاذ والصحفي سي حميد الكمالي، اللي أطلنا دورة تكوينية حول صحافة الموبايل هنا بمدينة العرائش. بطبيعة الحال أن الإعلاميين والصحفيين الحمد لله جاءوا وحجوا لهذا المكان هذا واستفدوا من خلال هذه الدورة التكوينية، وكانوا بطبيعة الحال توزع شواهد تقديرية لمشاركة الإخوان الزملاء في هذه الدورة التكوينية واللي استفدوا منها بطبيعة الحال. بالنسبة للبرنامج، عندنا برنامج إن شاء الله بطبيعة الحال اللي غادي يكون برنامج حافل، مازال عندنا مجموعة ديال الدورات التكوينية اللي غادي يكونوا التأطير ديالهم سواء داخل مدينة العرائش أو مدينة القصر الكبير، بحكم حنا كمكتب إقليمي إن شاء الله. وأكيد عندنا حفل نهاية السنة اللي غادي يكون بطبيعة الحال وقريب مبقالوش بزاف، اللي غادي نحاولوا فيه نكرموا شخصيات رياضية إعلامية اللي عطات شيء الكثير للمدينة العرائش.